منتجات غذائية، أدوات مدرسية، مواد تجميل وغيرها متوفرة مباشرة من المنتج إلى المستهلك بهذا الفضاء التجاري. ما أنا جيت البارح شفت أدوات مدرسية لقيت الأسعار في متناول الجميع، وليت اليوم ندي شوية أدوات خويا. صبنا كامل واش نحتاجه في المرض هذا، وحنا ماذا بينا هذه التظاهرات تتكرر عدة مرات. سوق الفلاح الجديد فكرة استحسنها العارضون للتعريف بمنتوجاتهم والتسويق لها. فكرة شابة ما شاء الله، جوغ تفيد الناس وسوق حاجة تبين المنتوج تاعك للناس. نخدموا مكملات غذائية، عندنا 12 برودوي، عندنا واحد ثلاث سنين قريب اربع سنين. كاين اقبال كبير على المنتوج ان شاء الله، عندنا اقبال كبير على المنتوج والمنتوج تاعنا نخدموا حاجه كاليتي وحاجه شابه. جينا نشاركوا لجان الاعلام التجاري تسمى باش يعرفونا الناس يشوفونا وباش بريزونتيو تسمى البرودوي تاعنا. راهم معنا اكثر من 80 شركه جزائريه وشركات اخرى اجنبيه. الاسعار عندنا اسعار منخفضه لانه المنتجين اللي راهم معنا داروا تخفيضات. المستهلك يقدر يجي يتسوق عندنا يلقى أسعار منخفضة بارابور لبرا. تعميم الفضاءات التجارية خلال المواسم عبر مختلف ولايات الوطن يدعم المنتوج الوطني بما يتلائم والقدرة الشرائية للمواطن.